متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر تحديثات المنخفض الجوي الحالي الذي يؤثر على المملكة وسائر المنطقة، وحاليا تتأثر المملكة مع ظهيرة هذا اليوم الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي في مقدمة هذا المنخفض الجوي. من خلال هذا الملخص نلاحظ معكم بأن هنالك توقعات بجبهة هوائية باردة تعبر البلاد مع انتصاف هذه الليلة. هذه الجبهة الهوائية تابعة لهذا المنخفض الجوي الذي سيتمركز حينها إلى الشمال الغربي من سوريا، مرفقة بكتلة هوائية باردة ورطبة. توقعات بهبوب رياح قوية السرعة مع ساعات الليل المتأخرة من هذه الليلة وساعات فجر وصباح الغد، بحيث قد تصل بعض هباتها إلى حاجز 80 كيلومتر بالساعة. توقعات باستقرار الطقس مع ساعات مساء وليل الجمعة على السبت بشكل تام، ومع بقاء الأجواء باردة إجمالا في عموم المناطق. التوقعات الجوية، آخر صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بهذا المنخفض الجوي، نلاحظ معكم من خلال هذه الصور كتلة كبيرة من السحب الرعدية تتموضع إلى الجنوب من خليج العقبة، تابعة لحالة عدم الاستقرار الجوي المرافقة لهذا المنخفض الجوي. كذلك الحال نلاحظ تناثر بعض السحب الرعدية في المرتفعات الجبلية الجنوبية، كذلك حال متوقع أن تتشكل بعض هذه السحب الرعدية في وسط وشمال المملكة خلال ساعات بعد الظهر وعصر هذا اليوم. كذلك الحال نلاحظ إلى الغرب، كذلك بداية نشوء هذه الجبهة الهوائية الباردة متوقع أن تشتد أثناء حركتها إلى الشرق لتؤثر على كامل شمال ووسط المملكة، كذلك الحال دولة فلسطين وغرب سوريا ولبنان خلال ساعات الليلة أو مساء والليلة القادمة من هذا اليوم الخميس وفجر غدا الجمعة فوق المملكة. التوقعات الجوية الخاصة بالأمطار، نلاحظ معكم بالنسبة لتوقعات أمطار هذه السحب الرعدية متوقعة تتشكل مع ساعات بعد الظهر وعصر هذا اليوم الخميس التابعة لحالة عدم الاستقرار الجوي. نلاحظ معكم استقرار الأجواء نسبيا مع ساعات مساء والليل الأولى من هذا اليوم الخميس، تمهيدا لعبور الجبهة الهوائية الباردة الرئيسية المصاحبة لهذا المنخفض الجوي، والتي تؤثر مع ساعات انتصاف الليلة القادمة في العاصمة عمان والمدن الأردنية. كذلك الحال ملاحظ أن تستمر هذه الجبهة الهوائية بالتحرك شرقا، وبالتالي وصول هذه أجزاء أو بعض هذه الفعالية الجوية إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الكرك والطفيلة، وحتى وصولا إلى أجزاء من مرتفعات محافظة معان. مع ساعات عصر ومساء يوم غد الجمعة نلاحظ صفاء المملكة وتراجع فرص الأمطار بشكل واضح وكبير. التوقعات الجوية الخاصة بالليلة القادمة أو توقعات الرياح الخاصة بهذا المنخفض الجوي، نلاحظ معكم توقعات بهبوب رياح نشطة أثناء تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي خطر تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية الجنوبية والشرقية من المملكة. ونلاحظ كذلك الحال ازدياد في شدة الرياح بشكل لافت مع ساعات الليل المتأخرة القادمة، تمهيدا لعبور هذه الجبهة الهوائية الباردة مع انتصاف الليل. نلاحظ معكم اللون الأحمر يعكس مدى شدة سرعة هذه الرياح في هذه المناطق، وهي شمال ووسط المملكة إضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية. التوقعات الجوية الخاصة بالليلة القادمة في العاصمة عمان، زخات أمطار متوقعة مع هبوب لرياح قوية، تكون هذه الأمطار غزيرة بالاتجاه نحو غرب وشمال العاصمة عمان، كذلك الحال محافظة البلقاء وشمال المملكة، مع توقعات بهطول كميات أمطار معتبرة خلال الليلة القادمة خلال ساعات زمنية قصيرة. التوقعات الخاصة بالثلاثة أيام القادمة، زخات أمطار محتملة مع ساعات صباح وظهيرة يوم غد الجمعة، تراجع واضح للفعالية الجوية مع ساعات المساء والليل مع بقاء الرياح نشطة والأجواء باردة. كذلك الحال يومي السبت والأحد، أجواء صحوة، أجواء ميل للبرودة نهارا، أجواء باردة ليلا بفعل هبوب رياح شرقية تزيد من الإحساس بالبرودة. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء. Thank you.